عائلات وطلاب مقاطعة هنرايكو. أنا اسمي جاري مارتشل. يسعدني ويشرفني أني أكون المدير الجديد لأكاديمية هنرايكو للتعلم عن بعد، هنرايكو Virtual Academy، والمعروفة باختصار HVA. من 20 سنة تقريباً أنا اتعينت مع مدارس هنرايكو، وكنت متحمس جداً لمبادرة فكرة التدريس على الكمبيوتر اللابتوب. تم تعييني لتدريس مادة العلوم والقراءة، وبعد كده اتعينت كمنسق لتطوير المعلمين والموظفين، مرشد للمعلمين الجدد، وكنت بقوم بالتدريب على التعليم المبتكر في 3 مدارس وفي الإدارة التعليمية. كمان اشتغلت مساعد مدير في مدارس ابتدائي وإعدادي وثانوي. أنا متحمس للغاية لاختياري لقيادة هذا البرنامج الجديد المبتكر، وللتعرف على كل فصول مدارس هنرايكو من الروضة للصف 12 K-12. بصفتي مدير مساعد في مدرسة ألكو الإعدادية السنة اللي فاتت، عرفت أن فكرة التعلم عن بعد كانت فكرة ناجحة لعديد من الطلاب، فإحنا تعلمنا دروس كتير عن كيفية جعل التعلم عن بعد فكرة ناجحة للطلاب والمعلمين، وهننفذ الدروس المستفادة دي وتكون جزء من الـ HVA. على سبيل المثال، إحنا اتعلمنا أن التوقعات هي المفتاح والمحرك للنظام، بالضبط زي النظام المتبع في الفصول الدراسية التقليدية، وبندي كمان أولوية للموظفين والطلاب عشان نرسخ العلاقات. بيحتاج طلابنا فرص وأوقات لتنمية وممارسة العلاقات الاجتماعية، زي وقت الوجبات الغذائية، النشاطات الترفيهية اللي بتساعد على بناء المجتمع. أأمل أني أشوفكم تنضموا إلينا كجزء من الـ HVA في شهر سبتمبر 2021. لو عندكم أي أسئلة من فضلكم ما تترددوش أنكم تتواصلوا معي. في العام الدراسي الجديد 2021-22 هيكون في مقاطعة هنرايكو مدرسة جديدة اسمها أكاديمية هنرايكو للتعلم عن بعد، هنرايكو Virtual Academy HVA، وهتكون المدرسة دي فيها كل الصفوف من الروضة للصف 12 K-12. التعليم في المدرسة دي هيكون 100% تعلم عن بعد، هيكون Virtual، والمدرسة متاحة لأي طالب في هنرايكو كاوني بابليك سكول من غير أي شروط للتسجيل في المدرسة. تقديم الطلبات آخر يوم لي هيكون يوم 21 مايو 2021. Next. لمزيد من المعلومات عن الأكاديمية، أكاديمية هنرايكو للتعلم عن بعد، ممكن تدخلوا على الموقع الرئيسي لهنرايكو كاوني بابليك سكول على الموقع الإلكتروني اللي ظاهر على الشاشة دلوقتي، وهيكون هناك في توضيح وأدوات تساعدكم أنكم تقدروا تحددوا إذا كانت الـ HVA هي الطريقة الأنسب ليكم، وفي كمان كل الفصول والدورات الخاصة بالمرحلة الثانوية. هيكون كمان في الأسئلة الشائعة والإجابات بتاعتها واستمارة التسجيل ومزيد من المعلومات. Next. التعليم في المدرسة الجديدة كله هيكون تعلم عن بعد، هيكون في مزج بين التعليم المتزامن والتعليم الغير متزامن. Synchronous اللي هو التعليم المتزامن هو إن الطلاب هيحضروا الحصة مع بقية زمايلهم في نفس الوقت زي الفصول الدراسية التقليدية في المدارس، مع استخدام الكاميرا واستخدام خلفية مشتركة. Asynchronous هو التعليم غير المتزامن، وهي فرصة للطلاب إن هم يشتركوا في الدراسة بالسرعة والوقت اللي يناسبهم. هيكون طبعاً في فترات للراحة والحركة والأنشطة عشان بنحاول نقلل من وقت النظر على الشاشة. Next. يجوز لأي طالب في مقاطعة هنرايكو من التسجيل. الطلاب المتسجلين في المركز المتخصص باستثناء الأيس مش هيقدروا يحضروا الـ HVA،
لأن الطلبة دول لازم يحضروا بصورة شخصية في المركز المتخصص اللي هو الـ Specialty Centers. الطلاب اللي هيسجلوا أساميهم في الـ HVA لازم يلتزموا بالدراسة عن بعد بالكامل لمدة عام واحد. كل سنة هيكون في فرصة للطلاب والأهالي إن هم يحددوا إذا كانوا عايزين يستمروا في الـ HVA أو الرجوع للدراسة بصورة شخصية في العام الدراسي التالي. احنا بنشجعكم انكم تستخدموا الادوات المتاحة على الموقع الالكتروني والتعرف على الدورات التدريبية عشان تنضموا ان تضمنوا ان التعليم عن بعد هو الاختيار الافضل ليكم. هنبدأ في وضع الجداول بمجرد اغراق فترة التسجيل في يوم 21 مايو. هيصل لكم اشعار بالبريد الالكتروني في او قبل يوم 4 يونيو. Next. بالنسبة للطلاب اللي في البرنامج التعليم الخاص، الخدمات كلها هتتقدم بشكل مختلف عن الشكل المعتاد في الفصول التقليدية. الأهالي لازم يكونوا على دراية كافية عن شكل تقديم الخدمات دي في أكاديميات التعلم عن بعد قبل ما ده يكون اختيارهم لأولادهم. على سبيل المثال، يعني بدل ما هيكون في مدرس بيساعد في الفصل، لا، الطالب لازم يخرج من الشاشة الأساسية للحصة ويختار شاشة تانية يكون فيها المدرس اللي هيساعد. الخدمات اللي مرتبطة بالبرنامج زي مثلاً التخاطب برضو هتكون عن طريق الإنترنت على شاشة الكمبيوتر. هنعمل اجتماع مع الأهالي عشان نراجع الـ IEP قبل ما الطلاب يبتدوا الدراسة عشان لو في أي تعديلات أو تغييرات مطلوبة. برنامج الـ HVA هيكون فيه كل الخدمات كاملة. لمناقشة خدمة معينة أو لو عندكم أي أسئلة، من فضلكم تواصلوا معنا عن طريق hva@henrico.k12.va.us. Next. الطلاب اللي هيحضروا الـ HVA هيكون عندهم الفرصة للاختيار من القائمة المعدلة للفصول والمواد المناسبة ليهم علشان يكملوا في المجال اللي اختاروه وعشان الحصول على شهادة التخرج سواء كانت الشهادة الدبلومة الأساسية أو المتقدمة. بالنسبة للمرحلة الابتدائية، فالطلاب هياخدوا نفس المواد الأساسية اللي بياخدوها الطلاب في المدرسة، والمواد دي هي القراءة، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، المكتبة، الفنون، الموسيقى، الصحة والتربية البدنية. بالنسبة للمرحلة الثانوية، الطلاب هيكون عندهم نفس الاختيارات للمواد الآتية: اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، اللغات الأجنبية، الصحة والتربية البدنية، الفنون والـ CTE. بالنسبة للمرحلة الإعدادية، الطلاب اللي في الإعدادي في الـ HVA هيكون عندهم نفس الفرص اللي عند الطلاب اللي بيحضروا بصورة شخصية في المدرسة، في إنهم يختاروا المواد المناسبة ليهم واللي هتتحسب ليهم كريدت في المرحلة الثانوية. بالإضافة إلى ذلك، في الـ HVA الاختيارات اللي موجودة هيكون فيها فصول لجميع المواد، وبتتحسب كريدت في المرحلة الثانوي زي فصول الأونرز اللي احنا بنسميها مرتبة الشرف أو فصول الـ AP اللي هي الفصول المتقدمة. Next. بالنسبة للطلاب اللي بيفكروا ان هم ينضموا للـ HVA، هيقدروا يشتركوا في انهم يقدموا على المركز المتخصص أو اللي هو الـ Specialty Center. الطلاب اللي هيتقبلوا في المركز المتخصص، وده من ضمنهم برنامج الـ IB أو البكالوريوس الدولي أو أكاديمية الموهوبين Gifted Young Scholars، لازم يحضروا البرنامج كله بصورة شخصية في المدرسة اللي بتقدم البرنامج دوت. لكن الطلاب اللي هم جونيور وسينيور، يعني الطلاب اللي في الصف 11 و12 اللي اتقبلوا في مركز التعليم المهني ACE، هيقدروا يكملوا الدورة التدريبية بتاعتهم اللي هي
على حسب ما اختاروها، تكون سنة أو سنتين على حسب البرنامج اللي اختاروه، ممكن يكملوها بصورة شخصية في المركز التدريب اللي هو موجود يا إما في هايلاند سبرينغز أو في هيرميتاج. أثناء ما هم بيحضروا المدرسة العادية بتاعتهم الـ HVA، سيتم إصدار ملحق لخطة هنرايكو قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات بالنسبة للـ Specialty Center. Next. بعيداً عن الدراسة الأكاديمية في الـ HVA، هتفضل الـ HVA ملتزمة برعاية كل الطلاب رعاية كاملة علشان يتحسنوا ويتطوروا في جميع المجالات، سواء في المعرفة، الصحة الجسدية، أو الناحية الاجتماعية والنفسية. سيتضمن ذلك في رؤية المدرسة ورسالتها للطلاب. هيكون في للطلاب وقت مخصص للاستشارات والتوجيه عشان نبني مجتمع صالح، وهيكون في وقت مخصص للتوجيه سواء الاجتماعي أو النفسي، وده هيكون من خلال الاجتماعات الصباحية، تسجيل الوصول التشيك إن، الاشتراك في مجموعة أو نادي عن طريق الإنترنت، تعليمات الـ SEL وهي تعليمات عن الصحة الاجتماعية والنفسية، تعليم استخدام الإنترنت بطريقة صحيحة. إحنا كمان بنخطط لتوفير أنشطة وفرص للاشتراك العائلات الـ HBA في مجالات مختلفة، زي مناسبات يقدروا الأهالي يحضروا بصورة شخصية، هنقدم لهم محاضرات فيها معلومات تهمهم هتكون على الإنترنت، أو استضافة متحدثين ومتكلمين. إحنا متحمسين جداً إننا نشترك مع المجتمع المدرسي ويكون لنا ثقافة مدرسية، وإننا كمان نختار اسم للمدرسة الجديدة ولون ورمز أو تيمة للمدرسة، School Colors and Mascot. Next. طلاب الـ HVA هيقدروا يشتركوا في كل المناهج الدراسية والأنشطة. الطلاب اللي حابين يشتركوا في الألعاب الرياضية خاصة في المرحلة الإعدادية زي الـ Middle School Athletics أو أنشطة المرحلة الثانوية الـ High School League اللي موجودة وباينة على الشاشة قدامنا دلوقتي، ممكن يشتركوا بصورة شخصية من خلال مدارسهم الأساسية. هيكون في أنشطة ونوادي تانية للطلاب من خلال الـ HVA. بالإضافة لكده، طلاب الـ HVA هيكون ليهم الفرصة للاشتراك في خدمات تانية متنوعة زي دعم ومساعدة الطلاب، خدمات الإرشاد والمشورة، الخدمات النفسية والاجتماعية، دعم السلوك، دعم ومساعدة في المواد الدراسية. Next. من فضلكم فكروا في الانضمام لأول فصل دراسي للـ HVA. المدرسة هتبتدي السنة دي يوم 8 سبتمبر 2021. من فضلكم ادخلوا على الموقع الأساسي لنا على الإنترنت، لأننا كل فترة بنحدث الأسئلة المتداولة والشائعة، وكمان بنحدث زيادة من المعلومات. ممكن تتواصلوا معنا عن طريق الإيميل hva@henrico.k12.va.us. لو عندكم أي أسئلة من فضلكم ما تترددوش إنكم تتواصلوا معنا. شكراً.